اليوم رح نحكي باربيكيوز. باربيكيوز للأوت دور أكيد، جاي الجنينة، جاي الصيفية، جاي القعدة برا. باربيكيو مثل باربيكو كتير حلو إن يكون عنا إياه بالبيت، كتير هين، بيجي معه كمان طريقة كيف نولعه، بصير ب15 دقيقة ريدي لنبلش نشوي. نحنا بنشيل التوب، بنحط جريدة، بنكعوب جريدة، بننزلها بقلب التوب من جوا، وبنحط الفحمات. كتير هين إنه أنا وقتها بفتح من هون بقدر ولع وبرجع بسكر كرمال ما يرجع يفوت الهواء. بس ولع من تحت بخلق إفيشميني بتولع الجريدة، بتولع الفحمة. 15 دقيقة بلشنا نشوي. هيدا الباربيكيو الحلو فيه أول شي شغل أوروبا، كتير إيكو فريندلي، كله ألومنيوم، بيتنظف بطريقة كتير سهلة، بيجي معه كمان مرات فينا نستعين بباربيكوك، عندهم أكسسوريز كتير ما بتخلص، في سبراي فينا نرشه ونرجع نحطه تحت المي بيروح كل الدهن منه. بيجي معه أكسسوار مثل هيدا الطاولة، لأنه كتير أوقات نحنا ما عندنا إسباس. يعني هيدا الباربيكيو بيعمل لي شغل باربيكيو كتير كبير، بس بحطه بإسباس كتير صغير، وطاولة صغيرة بتجي معه أز أكسسوري تتربط فيه، بتصير اسمها تابل دو ترافاي اللي منعوزة عادة حد الشغل. بيجي معه الكفوف تبعوله، بيجي معه الشيش اللحمة اللي معلقين على أكسسوار كمان كتير سهل إنه ناخده وننطفه، هيدا شيش اللحمة. ما بيصير له شيء كمان معمول من ماتيريال انه يروح للابديه، يعني كثير بضاين، كثير عمره طويل. وبيجي معه الكفر تبعه ترانسبيرنت، فينا نحطه على الباربيكيو تنحافظ عليه كل الشتويه. احلى شيء بالخبريه تبع هذا الباربيكيو انه فينا نعمل فيه بيتزا كمان، كثير هين، فينا نحط البيتزا هون وبيطلع لنا اياها ب 15 مينوت بكون عندنا احلى بيتزا.